ثم جاء إبراهيم ووضعهم في مكة. هذه المرأة العظيمة وعارف تعلم أنها جاية إلى مكة من أجل تعلم ولدها الصلاة وتربيه على الدين، لكنها لا تعلم أنها سوف تبقى في مكة بدون ما في أحد، يعني لا يوجد ونس ولا أنس ولا يوجد مسكن. ولذلك سألت عن الشيء اللي غريب، الشيء اللي ما تعرفه، قالت لمن تتركنا؟ ما قالت أنت ليش جبتنا هنا؟ لمن تتركنا؟ ما في أحد، وإبراهيم يغادر الآن، والمكان وادي غير ذي زرع، الموت بعد قليل، الليل والهوام والعطش لمن تتركنا؟ فقالت الله أمرك بذلك، يعني هل العقد مع الله ولا معك؟ إذا كان العقد معك تعال، عندك زوجة وأنا زوجة، لا حق ولي حق، ابن لبيت يجيب لنا واحد يرعانا وبعد نروح، لكن الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، يعني ما أحتاجك، أنا عقدي مع الله. الله يا شباب، الله إذا كلف كفل، إذا كلفك كفلك، بس تبقى معه ما تغير عقدك معه. يجيك ما لا أشياء ما تخليك تستمر، انسى، لا تلغي العقد، صحح أمورك، صحح أوضاعك، طالب زي ما طالبتم، بس لا تلغي العقد مع الله. قالت إذا لا يضيعنا. يا أخوان، وقعت هاجر على بياض، على بياض. وين البيت؟ ما في. وين الطعام؟ ما في. وين المأوى؟ ما في. وين الأنس؟ ما في. طيب كأنها تقول هذا ما هو شغلي، هذا شأن رب العالمين. كيف شكر الله لها؟ في دائرتين. الدائرة الأولى شباب دائرة الابتلاء، خلكم مكان هذه، يختبرك الله فيها ويهزك، فإذا نجحت نقلك إلى دائرة أخرى، هي دائرة شكر الله للعبد، مو بشكرك أنت، لا، إيش شكره هو لك، شكر الله للعبد. إذا وصلت إلى دائرة شكر الله للعبد، شوف الأفانين التي تنزل عليك من النعم والخيرات.